السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير. اليوم ان شاء الله غتشوفوا معايا المايونيز بالطريقه الفرنسيه. خليكم معايا تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. كيف ما شفتوا ما كاين لا طراب لا حتى شي حاجه، غير زلافه وهذا الفوي او الطراب اليدوي. عندي صفار بيضه، ليمون طارد، نص حامضه، شويه ديال الملح وشويه ديال الابزار، وتقريبا كاس علاين بالزيت العاديه. وغندير عيني ميزاني غنشوف القياس اللي بغيت. مهم كلشي سهل، اهم حاجه هو ان خص ضروري يكون واحد السيرفيات من تحت باش الزلافه ما تتحركش كي تكونوا تخدموا باش ترصى. وغنبدا ندير صفار البيضه ديالي، وغندير تقريبا معلقه صغيره ديال ليمون طارد عامره بحال هكذا، نزيد الزيت شويه بشويه، انتما يبان لكم الخليط يبدا يعقد شويه بشويه، انتما تزيدوا الزيت. كتوجد دغيا في رمشة العين، هي عندكم مايونيز لا ماترون ولا مولينكس ولا حتى شي حاجه، وكتطلع مزيان. غير الحاجه المهمه هو البيض، انه خصو يكون بحراره الغرفه، ما خصكمش تخرجوه من الثلاجه وتخدموا به مباشره، ما غطلع لكمش. ها هو تقريبا كاس، الا بغيتو كميه اكثر زيدوا الزيت، كل ما زدتوا الزيت كل ما غتعطيكم كميه اكثر، ولكن في المذاق هكذا احسن. غير بهذا الشيء اللي وريتكم ديال الزيت ما تجي بزاف. صافي ها هي عقده. دابا ما عندكمش الحامض يمكن لكم ديروا الخل، غندير شويه ديال الحامض هكذا، قياس معلقه صغيره، شويه ديال الابزار، وشويه ديال الملح كيفما ديما على حساب الذوق ديالكم. هي هذه المايونيز، المايونيز ديالي بعد ما وجدت هي هذه. قدموها مع السلطات ديالكم مع جميع انواع اللحوم والاسماك. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليوا لي لايك، واللي مازال ما مشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس هكذا باش يوصلكم كل جديد. الى الملتقى.